أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وحيا الله كل متابعينا ومشاهدينا وأطفالنا الحلوين. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة وبرنامج حيا ودرج. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين، حبايب الأطفال وكل متابعي قناة شهاب الفضائية وبرنامج حي ودرج. مثل ما تعودتوا برنامجنا هو بمكعب المعلومات، وراح يتنافسون اثنين من الأولاد أصدقائنا نفس المعلومات. هو الهدف من البرنامج المعلومة الطرفة، المعلومة التاريخية، المعلومة الجغرافية، المعلومة الدينية. إذن نتعرف على أصدقائنا بهذا الريبورتاج. السلام عليكم، أنا اسمي صبيح حسن صبيح، الصف السادس، عمري 12، من مدارس إمكانية انتبه الأهلية. أنا جاي أشتكي على قناة شهاب، إن شاء الله أفوز. أنا اسمي أحمد أثير، صف السادس، عمري 12، جيت أشارك بقناة شهاب الفضائي وإن شاء الله أفوز. ورجعنا لكم أعزائي المشاهدين، ومثل ما شفتوا تعرفت على أصدقائنا، راح نرحب بهم. أهلا وسهلا بكم، تفضلوا تفضلوا حبايبي متسابقين جدد اليوم بحلقة اليوم، ونتعرف عليكم مرة أخرى. اسمك؟ أحمد. أحمد شنو؟ أحمد أثير. أحمد أثير، يعني مو أسيس يا. المهم أحمد سادس لو سابع؟ لا سادس. أكو سابع؟ لا. وصديقنا؟ صبيح. صبيح؟ حسن. ها؟ صبيح حسن. صبيح حسن هم بالسادس؟ ما شاء الله. إذا راح نبدأ الأسئلة بعد الفاصل. إذا راح نبدأ بسؤال السرعة إلى أصدقائنا أحمد وصبيح. أحمد وصبيح، سؤال السرعة رياضيات، يعني من اللي أذكى بكم بالرياضيات يجاوب. زين، عدد شقد؟ يعني راح أسألك عن اثنين، عدد شقد؟ شاكو تشينو شلابتين ايش قد؟ أربعة. شاكو تشينو شلابتين ايش قد؟ أربعة. شاكو تشينو شلابتين ايش قد؟ أربعة. شاكو تشينو شلابتين؟ أربعة. شاكو تشينو شلابتين ثلاثة. هن شاكو تشينو شلابتين. إذا يبدي بصديقنا أحمد. يلا حمودي شو؟ إيه أرمي. يقول تاريخ. حلو حلو يا حمودي، صير هنا أول واحد. التاريخ، لقب النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أبو الأنبياء، خاتم الرسل، أبو البشر. في من لقبه الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ عندك ثلاث خيارات، انتبه علي. أبو الأنبياء لقبه، لو خاتم الرسل، لو أبو البشر. خاتم الرسل. جواب نهائي. وجواب صحيح، ونسمع صفقة قوية صديقنا أحمد، وحسب لنا ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. ثلاثة هنا يعني هذا خلاص. نبدأ بصديقنا، جيب المكعب، جيب المكعب. اللعبة الآن إلى صديقنا صبيح. ارمي المكعبات، المكعب، مكعب المعلومات. تاريخ، أيضا تاريخ. سؤالنا يقول: اجتمع المسلمون الأوائل في مرحلة الدعوة السرية في الإسلام في، وين اجتمعوا؟ ثلاث خيارات: دار الأرقم ابن أبي الأرقم، أو دار الندوة، أو بيت الحكمة. دار الأرقم. دار الأرقم، وصفقة. يلا احسب لنا ثلاثة ثلاثة، صير وياه. يلا يا أحمد أخذ المكعب. أحمد يلا حتى نشوف منو اللي راح يفوز ويصعد للنهائي. ابدا. ايضا تاريخ. سؤالنا يقول: ملك الحبشه الذي لجأ له المسلمون في هجرتهم الاولى كان اسمه ابرهه، او النمرود، او النجاشي. من هو؟ ابراهيم. ها؟ ابراهيم. ابراهيم. ابراهيم.
الإجابة خطأ. ونشوف صديقنا صبيح. يلا شوفنا خير. يلا دير المكعب وما راح تاخذ نقطة، وخلي نشوف إذا جاوبت نص جواب قد يكون نقطة أو نقطتين. ارمي المكعب. لغة عربية. اللغة العربية تقول سؤالنا. اللغة العربية هي اللغة الرسمية في كل دول، ثلاث خيارات، أوروبا، أفريقيا، الوطن العربي. الوطن العربي. الوطن العربي هو الجواب المن؟ أنت جاوبت ما عرفت؟ تعرف تحسب؟ سيب لنا ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. وجهك على الكاميرا. يلا شوفنا خير. أنت أخذ المكعب و ارمي. إسلامية. أحمد، عبادة يكفي أن تؤديها لمرة واحدة في حياتك، مرة واحدة إذا سويتها بحياتك تكفي. هل هي الصوم؟ هل هي الزكاة؟ هل هي؟ تجاوب بدون اسمه لو أساعد. أنت من حقك وسيلة مساعدة تقدر تعرفها. هل هي الصوم؟ هل هي يعني تقدر تصوم مرة واحدة بحياتك وبعد ما تصوم لو لازم كل رمضان؟ لا كل رمضان. هاي واحدة. الزكاة يعني بس مرة واحدة تدب لك شنو هذا لو دائما من الله يرزقك؟ لا دائما. دائما بقت واحدة. لا مرة واحدة سويتها بالسن أركان الحج. راح نعطيك الخيار الآخر. الحج. 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 أكيد؟ أكيد. ثبت؟ ثبت. وإجابة صحيحة ونسمع صفقة حلوة واحسب لنا ثلاثة. واحد، اثنين، ثلاثة. يم صديقك وقف بصفه، مو قدامه، يمه بصفه حتى اثنينكم تبينون. يلا يا صبيح أخذ المكعب وارمي وشوف شنو ايش راح يطلع لك. ارمي وتاريخ. الله الله. سؤالنا يقول ملك بابلي تنسب له أول مسلة قوانين بالتاريخ بتاريخ البشرية، هل هو نبو خذ نصر؟ هل هو قلقامش؟ هل هو حمورابي؟ حمورابي. حمورابي. إجابة صحيحة وصفقة قوية. الصبيح احسب يا صبيح. واحد، اثنين، ثلاثة. حلو. نرجع إلى صديقنا أحمد. يلا يا أحمد. يلا حمودي. حمودي مو ابننا. يلا حمودي ارمي. حل. أيضا تاريخ. يقول سؤالنا من هو النبي الذي واجه الحاكم الظالم النمرود؟ النبي يونس عليه السلام، النبي موسى عليه السلام، النبي إبراهيم عليه السلام. يلا يا حمودي. النبي إبراهيم عليه السلام. إبراهيم. إجابة صحيحة. ونسمع له صفقة لحمودي واحسب لنا ثلاثة والتحق بصديقك. يلا يا يلا يلا شوفنا خير صبيح. يلا عافية. أضرب. علوم. ما هو عدد أجنحة النحلة؟ النحلة كم جناح عدها؟ زوج واحد، زوجين من الأجنحة، جناحين فقط. جناحين. زوجين. زوجين. زوجين من الأجنحة. نعم. زوجين من الأجنحة. نعم. شو اسمك قلت لي؟ صبيح. صبغة الصبيح. عافية صبيح. واحسب لنا ثلاثة. واحد، روح، اثنين، ثلاثة. حلو. يلا حبيبي. يلا. أوكي. انطيه إياه. عافية. راح نشوف منو راح يفوز. ايش مرها؟ إسلام. من هو النبي الذي ألان له الله الحديد؟ من هو هذا النبي؟ هل هو النبي إسماعيل عليه السلام؟ هل هو النبي أيوب؟ هل هو النبي المن؟ السؤال لك. أو هل هو النبي داوود؟ النبي أيوب. أيوب. ما بيها إجابة. وإجابته غلط.
ونشوف صديقنا. يلا انت بتقدم حلو، يلا عافية. والإجابة هو النبي داود عليه السلام، وألنا له الحديث. يلا ابدأ. تاريخ أيضا عافية. في أي عام تم فتح مكة على يد الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ سنة 10 هجرية، سنة 8 هجرية، سنة 12 هجرية؟ 10 10 هجرية. أنت إذا تقول تجاوب راح أحول الطوبة يمك، إذا تجاوب تصعد. يلا جد. 10 هجرية. 10 هجرية. متى آخر جواب راح أعطيكم؟ آخر فرصة؟ 8. جواب نهائي؟ نهائي. 8 هجرية. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 8 هجرية، وإجابة صحيحة. وكمل. 1 2 3. حلو. بس ترى ممكن أعطي نقطتين نقطة، بس المفروض أنا أعطيك يعني مثلاً نقطتين. يلا مشيها المخرج، يقول أعطيه مجال، أعطيه فرصة، فرصة خبز. يلا شوفنا خير. رقمك 9، أرجع على رقمك، اشمر المكعب المعلومات. شمره زين يا ابو جغ 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 جغرافيا. سؤالنا يقول بما انه جغرافيا، سيادة الوطن جغرافيا اين تكون؟ الارض والماء والسماء. الارض فقط، الارض والماء، وين تكون؟ الارض والسماء. أرض وسماء. إجابة صحيحة وتستاهل خفضة قوية، يحسب لنا 3. وين 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 وين؟ هاي ايش قد الرقم؟ 1. لا الرقم دايس عليه 9. 9 يما ايش قد؟ 10. يلا 1 فوقها 12. 3 12. أنت 12 هسه. حلو. يلا حبيبي، يلا أبوي. مكانك يمك حية ترى، وانت يمك مطلج درج. يلا ابدا. حلو. الغاز. الغاز لو النفط. الغاز. ما هو الشيء الذي لا يعمل الا بالضرب؟ المسمار. ها؟ المسمار. المسمار انت خدعه، لكن ما قدرت. وهو 7 و3. احسب لنا. 1 2 3. وين صعدت؟ وين الدرج صعدك؟ إلى الأربعة. وصعد إلى 24، وشبه مبروك نقول لك. وين وين؟ يلا هسا أنت لك رقمك 12، شوفنا خير. يلا عافية. ابدأ. علوم. 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 ما هو الحيوان الذي لا يصدر أي صوت؟ ما يطلع أي صوت؟ أي صوت ما يطلع يا حيوان؟ الزرافة. زرافة؟ رأساً؟ بدون إجابات؟ بدون خيارات؟ يلا 1 2 3. عافية. حسنت أنت صاعد بعد. يلا نقطة واحدة توصلك عن كأس العالم. يعني عن هذا البرنامج هو نفس الشيء. يلا هنا شمرها علي. فرها حيل. علوم. علوم. خلينا بالعلوم. و ما هي الحاسة التي ليست عند السمك من الحواس التالية؟ الشم. هل هي النظر؟ هل هي السمع؟ تسمع من واحد صحيح سمكه يقول لك بس ممكن يسويها السمكه، او مثلا السمكه بس اذا شيء يصدر شيء تشتمه مثلا. يعني مثلا هسه نقول لي السمع لو النظر لو الشم، شنو هي اللي ما عندها؟ هي سمكه. اي السمع. السمع. سمع صنايع والبخت رائع. وصفقه الصبيح وفاز، ومبروك والف مبروك لك يا صبيح. إذن بعد الفاصل.
ورجعنا لكم مرة أخرى أعزائي المشاهدين حتى نعطي الهدايا للفائز اللي هو صديقنا صبيح، ومبروك لك، وهي هديتك من قناة شهاب الفضائية برنامج حي ودرج. وإحنا ما نقول الخسران، نقول الثاني. إن شاء الله مو مهم الخسارة والفوز بقدر ما هي أولا المشاركة، ثانيا المعلومة التاريخية الجغرافية الدينية الغاز والترفيه والمواصلة معكم. انتظروني حلقة قادمة وبرنامج حي ودرج.